العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المنبر بعنوان الصوفية من كتبهم، وده الموضوع المفروض الناس يتكلموا عنه. في ثلاثة شعبين بيجاي معهم شيوعية، ثلاثة رابعهم كلبهم، واحدة شيوعية جايبينها بيجاي. أنا ما أعرف ذات الجامعة دي بقت غريبة، زماننا ما كان في حاجات زي دي. المهم جايبيننا عشان يحشدوا بها الطلبة، وأصلا دي هم قايلين طلاب جامعة السودان كلية الهندسة زي غيرهم، فهمت؟ والحمد لله الناس المتلملمين لهم ده ناسهم، هم أصلا الناس بيجوا من الجامعات حاشدين، فهمت؟ ثلاثة شعبيين وشعبيات أحياء وأموات، ومعهم شيوعيين، ناس حكاية القردة شالت نبقة وجدعت نبقة، الله يدعكم أنتم ونبقكم، فهمت؟ فدي العواليك ساعة طالما عندهم موضوع، قال بيتكلم عن التعليم، وانتو خالطين فاقد 6 ساعات في المادة الواحدة، دار تجي تتكلم عن تعليم انت ذاتك متعلم شنو ذاته عشان تجي تتكلم لنا انت عن تعليم؟ لكن دي القضايا والهوس بتاع الشيوعيين، دارين يبدو ليك دارين يبدو في البلد فتن وقلاقل، فهمت؟ ودارين يظهروا الايام دي، لانه اصلا الشيوعيين ما بيجوك بالعقيدة حقتهم، يجي يقول لك الله ماف، ونحن نؤمن بثلاث ونكفر بثلاث، نؤمن بلينين وستالين وكارل ماركس، ونكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. ما بيجي بقول لك زي ما قال فرويد حقهم، إن البقرة حينما تلد عجلا فيكبر هذا العجل ويشتد عوده يناطح أباه من أجل أمه، نريد مجتمعا شيوعيا مثل هذا المجتمع. ما بقول لك كلام زي ده، فهمت؟ ما بيقول لك زي ما قال شوقي تعريفة من البداية، ما بقولوا لك من البداية، زي ما قال شوقي تعريفة في معهد المعلمين زمان، قال إن لماذا تلوموننا نحن الشيوعيون على الزنا؟ شيوعيين ما عندهم مشكلة في الزنا، عشان كده لو جاء واحد شيوعي وقلنا له زاني أوعك تزعل، لأنه هل أنت عندك حاجة اسمها دين؟ وهل عندك حاجة اسمها أخلاق؟ وهل عندك حاجة اسمها مثل وقيم؟ ما عندك. قال إن الزنا عادة اجتماعية مورست حتى في بيت النبي الكريم. دي الصعاليق والسفلة من الشيوعيين، ولو في واحد شيوعي الكلام ده غايز الفرصة مفتوحة لك، نقاش فهم كورة ضقيل دق أي حاجة الفرصة مفتوحة لك، تفهم العازل؟ عطالة دارين يغشوا الطلبة مجموعة من الشيوعيين الشفاتة، أنت حزبك ما قادر تقيف زي الناس، دار تجي تكلم الطلبة، تكلموا الطلبة أنتوا يا شيوعيين، ومعاهم الجماعة بتاعنا الترابي ولادات عمك الذي هلك، فهمت؟ الليلة لا فين صينية راسه من قطع، فهمت الحاصل؟ ديل قالوا دارين يحلوا مشاكل السودان، مشاكل السودان بيحلوها نوعيات زي دي، نوعيات زي دي انت بتحل مشكلة بتاع السودان؟ ولذلك شوف، نحن لما نجي هنا نحذرك من تنظيمات زي دي ما بنتكلم ساكت. واحد يجي يغش الطلبة تقول لك مشكلة التعليم، مشكلة الحمامات مطفحة، مشكلة السكن، مشكلة الرسوم الدراسية، وانت بتساهم فيها بشنو؟ انت بتزيد البلوى، القعده بلوى ثاني، بعد شويه تبدا منابر زي دي، بعد شويه الشغله تبدا مظاهرات في الجامعه تتقفل، طلبه يكونوا دافعين قروش تتاخر دراستهم، ناس اهلهم راجينهم لشهاداتهم برضو تتاخروا سنين، ده كله بسبب العلاقه الزيديه. والجامعات السودانيه تشهد نتاج الشيوعيين في الجامعات السودانيه عباره عن مشاكل وعباره عن اغلاق لمصالح الناس من الطلبة وغيرهم، وعبارة عن إساءات للدين. يا أخي الشيوعيين عندهم في جريدة في جامعة الخرطوم في سنة من السنوات تكلموا عن نبي كريم، نبي الله نوح عليه السلام، أول رسول إلى أهل الأرض، لما ربنا نجاه بالسفينة قالوا كل الناس ركبوا في السفينة اثنين اثنين إلا مالك الحزين كان يمارس العادة السرية. شوف السفلة ديل، ناس عواليق وصعاليق، وشفته ما عندهم اي موضوع. دار تجي انت تتكلم في جامعه زي دي، جامعه السودان، امشي شوف الهوس بتاعك ده وين، ها؟ والمتاجرات بتاعتكم البايخه والرخيصه امشي شوفوها وين. ما بننسى تاريخكم ولا بننسى تاريخ الشعبيين في الجامعه دي ذاتها 2007، والكلام ده موجود في النت، اعترف به الكادر بتاع الشعبيين، موجود في النت، انا قاعد عندي مصور عملت له سكرين شوت، تفاهم؟ الاستفاده من التقنيه الجديده في كشف هذه المناهج والتنظيمات البليدة، فهمت الحاصل؟ ده 2007 الشعبي قال أول مما بدأ الركن اسمه عيسى كادر شعبين،
قال أول مما بدأ الركن قال بسم الله والصلاة والسلام على ذلك الكاهن الشاعر، قال ولا أصلي عليه إلا لأن الله أمرني أن أصلي عليه. ذيل الشعبيين الناس يا أخواننا ما بيحلوا بلد لأنه عقائد فاسدة، فهمت؟ ودين باطل ومناهج باطلة. ونحن ما جاينا الليلة نتكلم عن العلاق دين لأنه ما عندهم حاجة، وناس منتهين، ما في شيوعين، ما في طالب بيصدق الوهمات بتاعت الشيوعين اللي انتهت بدري وأهل الذات نسوها بتاعت إنه الله ما في، دي وهمات انتهت بدري، فهمت؟ النظرية بتاعت داروين دي والليلة جايبين لك تلقى في النت في المواقع بتاعت النت واليوتيوب وغيرها جايبين لك عملية قطع رازول ويجيبوا بدلوا رازول تاني، دي الحركات بتاعت الداروينيين ديل، فهمت؟ ودي نظرية سحبت من الأوساط العلمية سنة 1960 في نهاية الستينات باعتبار أنها نظرية لا تمثل، ليس فيها أدنى مقومات العلمية في النظرية، فهمت؟ عشان كده 2008 هناك في سيارات جاء واحد شيوعي بناغش، جاء يناغشنا هناك قال لي أغنعني إنه الله فيه. والله الكلام ده 2008 لو الشجرة اللي هناك داك بيشهد لشهد بذلك. قلت له طيب انتوا بتقولوا الله ما في ليه؟ انطلاقا من نظرية داروين انه اصل الانسان كان قرد وكان عبارة عن خلية اولية، الشيوعي اصله كان شمبانزي، فهمت؟ ما ده كلامه كده، واصله كان خلية اولية، قال عشان ما يقول لك انه احنا ربنا خلقنا عشان يمرق من دي بيجي يقول لك الكلام ده. قلت له طيب من أين جاءت الخلية الأولية؟ الخلية الأولية ذاتها جاءت من وين؟ قال لي كانت في مستنقع. قلت له من وين جاء المستنقع؟ المستنقع جاء من وين؟ ها؟ عاين كده؟ قال لي في حاجة اسمها نظرية الانفجار العظيم. قلت له من أين انفجر هذا الانفجار؟ ومن أين جاءت البيئة المناسبة للانفجار؟ ومن أين جاءت المواد المتفجرة؟ مش يا أخواننا ده كلام علمي؟ جاء من وين؟ هاي العوامل دي من وين؟ فهمت؟ ولذلك يعلم الإنسان فساد هؤلاء الناس، فساد هؤلاء الناس. وأبسط حاجة، أبسط منطق، أبسط منطق ممكن يفهم الشافع الصغير، لو جيت قلت له يا أخي هذا الفعل لا بد له من فاعل، أي فعل لا بد له من فاعل، الموبايل ده لا بد له من صانع، الميكروفون ده لا بد له من صانع، الكرسي لا بد له من صانع، عرفت؟ لو ضربت زول في راسه لابد يتلفت، ليه؟ لانه ما ممكن بس راسه براه كده يجيه حاجه كده احساس كده زي الضربه من غير ما زول يضربه، صح ولا ما صح؟ لانه لو زول جاته الحاجات دي طوالي نوديت تجاني الماحي، انت فاهم؟ فده الغريبين جدا، منطق غريب. عشان كده واحد من الاساتذه البلد الزمان من الشيوعيين داري منطق الطلبه صغار، شوف مع صغار منطقهم بالالحاد، اي حاجه انت ما بتشوفها ولا بتسمعها ولا بتحسها ولا بتراها هذه تعتبر عندهم شنو؟ هذه تعتبر عندهم غير موجوده، الايمان بالماديات. قام قال لهم يا طلاب ترون الكرسي؟ قالوا نعم اذا الكرسي موجود. ترون السبوره؟ نعم اذا السبوره موجوده. ترون القلم؟ اذا القلم موجود. قال لهم اترون الله؟ قالوا لا. قال لهم اذا الله غير موجود. قام له شافع صغير قال لهم يا طلاب أترون الكرسي؟ قالوا نعم إذا موجود. أترون السبورة؟ نعم موجودة. القلم؟ نعم موجود. قال لهم أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذا عقل الأستاذ غير موجود، أنت فاهم؟ فما أي حاجة إلا تحسها. هسي يوم جايبين لهم ثلاثة بنات عشان يلموا بها الأولاد وتلقاه بعد ما ينتهي هناك يقول لها يا سلام يا سوسو ما عجبتك؟ طيب أنت الحبكانات بتاعتك دي حاجة ممكن نحسها؟ جيب لي ثلاثة رطل حبكانات جيبه، مش الواد حبيب ومما شفتك قلبي فرفر وانقلبت كديسة، طيب جيب لي منها ثلاثة بس، جيب لي منها ثلاثة رطل، ثلاثة وقية، عشان تعرف انه ديل عبارة عن ناس تجار دارين يلعبوا بقضايا الطلبة وبقضايا المجتمع السوداني، وهم أبعد الناس عن المجتمع السوداني الشعبيين ديل. والليلة ليه الشعبيين دارين يجي يكوركوا معهم الشيوعيين؟ فهمت؟ والله ضعف الطالب والمطلوب، جايين واقفين مع الشيوعيين ليه؟ زمان الشعبيين ديل لما كان المؤتمر الوطني والشعبي وكلهم كانوا حركة إسلامية حاجة واحدة، ما كان أي زول ما في صفهم طوالي ده شيوعي وطوالي بدقوق بالسيخة، ولا ما صح؟
حتى سموا زمان الزمن ده كان صار سنة سموهم الحزب الشيوعي السعودي. عرفتها؟ صح ولا ما صح؟ الليلة واقفين جنبهم ليه؟ لأنه نانيماف، لأنه الشعبيين ديل لما تجي تفاضل المؤتمر الوطني بديك مؤتمر شعبي، ما في قروش. مؤتمر وطني ناقص شعبي بديك شنو؟ بديك قروش. ومؤتمر وطني ناقص قروش بديك مؤتمر شعبي. فهمت؟ تضيف المؤتمر الشعبي للقروش بديك مؤتمر وطني، لأنه القروش ماف يعني ماف. الناس ما تشوفها بتكوري كده، ونحن وقضايا البلد ما عندك حاجة. أنت لو رجعوك بخمسين جنيه طوالي بتفوت. أنت ما سامع الصادق المهدي؟ وإننا وينبغي وتهتدون وترجعون وسوف نعمل وإلى آخر. الجماعة الجبهجية رجعوا لك خلاص سكت، كما قال مثلنا في غرب السودان، دابي في خشم جرادايا ولا بعضي. أدو لك مش جرادايا، أدو أبو الجندب ولا حاجة تاني بقى ما قادر يتكلم. فدل علاك ساكت، ما تضيع زمنك معاهم والله. ولا لو زول داير له وقلة أدب ذاته يمشي للجماعة ذاته. ناس غريبين ذاته، ناس غريبين. الواحد في حيله ده ذاته ما شاديه وجاي يجي يتكلم، ونحن وقضايا البلد والتعليم. هذه التايل عرفك، شد حيلك شوية، شد حيلك شوية معانا كويس. فدل علاك ساكت. الناس يا أخواننا ما تشتغل بهم، دل دايرين لهم حاجة يأكلوا بها، ودي أيام بيستفيدوا من الأحداث عشان يجندوا للعضوية بتاعتهم. ولو في واحد مؤتمر شعبي ولا حزب شيوعي كلامي ده ما عاجبه، تعال خش هنا. تقدر تخش هنا؟ ما بتقدر تلعب. فهمت؟ المهم الليلة المنبر بتاعنا ده عنوانه التصوف. التصوف ومهم جدا، التصوف من كتبهم تعرفوا. والمفروض حتى الشيوعيين الدارين يحلوا مشكلة البلد برضو المفروض يتكلموا في الصوفية. مش انت بتتكلم عن الاضطهاد يا شيوعي، وبتتكلم عن انه في ناس قاعدين يعني يضطهدوا الطبقة الكادحة، ناس البروتاريا. طبعا عندهم مصطلحات كده بيخلعوا بها الناس المساكين. انت تجي زول ما عارف حاجة تتخلع بمصطلحين، يقول لك البروتاريا تلك الطبقة الكادحة التي لا تجد ما تأكل. طيب الليلة لما تجي تلقى واحد من الشيوخ بتاعنا الصوفية، مثلا البرهانية بيجايدين قبال يومين أو ثلاثة يوم في الحولية بتاعتهم، لأنه بقت الشغلة بقى فيها فلس تقيل، بقت النوبة ما بتجيب ناس، قاموا جابوا منو؟ جابوا فرفور كويس. هل الآن يا شيوعي، هل الآن يا شيوعي الناس محتاجة لغنى ولفرفور لصوته عشان يخدموا الإسلام والدين، ولا القروش دي ممكن يدوها لمساكين؟ ما كانت تتكلم في الصوفية من المنطلق ده، عارفين انك انت ما مسلم ذاته، كافر مرة واحد. زي ما قال لينين في كتاب مهمات اتحادات الشباب، قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ ما عندهم أي أخلاق ولا عندهم أي سلوك. زول تلقاو أي حاجة بيعملها، فهمت؟ يجيبوا لك واحد تفته أكبر من الشجرة بتاعت الزينة دي، فهمت؟ وأنا وافتكر زول من السبعينات تلقى الغبار ذاته مارق من خشمه. ونحن يا أخي أنت من زمان ما سويت حاجة، خلي الناس يشتغلوا. فهمت الحاصل؟ فدال المجار مدين، مفروض يتكلموا في الصوفية من المنطلق ده، مفروض يتكلموا من الصوفية. الزمان محمد مصطفى الياقوتي وغيره، الواحد يستغل المنصب الفوقه لمصالح، فهمت؟ ده المفروض كان تتكلموا فوقه. كان المفروض تتكلموا يا شيوعيين ويا شعبيين، كان تتكلموا في البزخ اللي بيحصل في الموالد ده. هل ده محتاج له والأمة؟ والناس تقعد تكورك، الناس تكورك في السكر، السكر غلا، والسكر الرطل بقى بكم؟ والأيام دي حلاوة مولد، حلاوة مولد دي بيشتغلوها بملح، ما بيشتغلوها بسكر، لابد يغلى. والناس بتكورق الدقيق، الدقيق برضو لازم يغلى، لأنه الزلابية الحيران دارين زلابية، فهمت؟ واللبن بقى غالي، لأنه شاي اللبن لابد يدور، والكبابي ذاتها بتبقى غالية، تفهم؟ والفرشات بتبقى غالية، والرملة ذات اللي بيرشوها للدراويش عشان يردسوا فوقها وينططوا فوقها برضو بتبقى غالية، وده غير الكهرباء والامور الثانيه. ولذلك شوف انت المفروض تتكلم عن الناس دي، عرفتها؟ ونحن هنا بنتكلم من منطلق عقدي، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال الفساد والعيش الضنك والمساوي الان احنا قاعدين فوقها، هذه سببها الشرك بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر. قال علماء التفسير الفساد غلاء الاسعار وجور السلطان وذهاب البركة، فهمت؟ قالوا السنة الجديدة العيشة حتبقى بجنيه، والناس قاعدين يكوركوا، ونحن والشعب الغلابة لسه
لسه العيش هتبقى بمليون جنيه ما دام في شرك. ما ربنا قال كده؟ ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب ها نعمل شنو؟ ربنا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل، ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دال ناس كان عندهم جنان وثمار وكان عندهم أنهار وأشجار وظل، كان الواحد يسافر بين الشجر ما بتشوف شمس، سفر بين الشجر، وكان بين كل بلدة وبلدة كان بتلقى الفواكه والمآكل والمشارب، كانوا مرتاحين. فكفروا بهذه الأنعم وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. ربنا قال فأخذناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. بيقوا أحاديث معناها شنو أحاديث؟ بيقوا ونسة، الناس بيقوا يتكلموا بهم، عرفتها؟ بيقوا بيقولوا باعد بين أسفارنا، تشوف الحلة هذيك قدامك لكن عشان تصلها بعد مشقة وتعب. ولذلك يا أخواننا السبب بتاع البلاوي دي سبب بتاع شرك. ناس هنا بيجي يقول لك ربنا ينزل لنا المطر، ربنا سبحانه وتعالى ينزل لنا الأمطار، وفي ناس يدعوا أنهم يشاركون الله في إنزال الأمطار، زي ما قال لك الشيخ قبل شوية الخنجر ده دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية يدرس مادة التفسير لطلاب كلية الطب. دكاترتنا ديل كلهم دي مشكلة، الواحد بدل يديك حقنة ممكن يديك محاية ولا بخرة، الله يسترهم، نسأل الله إنه يحفظهم. أنت فاهم؟ ده بيجي يقول لك غير الله بنزل المطر، ويقول لك بتسأل الله وبرضه ما بديك مطر. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو سألت أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط الكفار المشركين الضلال اللي بنزل المطر منه، بيقول لك الله، وبعد ده كفار. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم قل من ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ربنا قال فسيقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون، ده أسلوب بتاع تحدي، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ربنا سبحانه وتعالى قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يا أخي الناس قالوا كلام غريب جدا، عرفتها ولا لا؟ جايب لك كتب بتاع تصوف غريبة مرة واحدة، فهمتها؟ كتب بتاعة الصوفية. أديك قبل ما نخش للجوة ده كتاب اسمه يستنبؤونك، عرفته؟ ده لواحد كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية، ده البروفيسير محمد البروفيسير حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله، قال لك عباس الأب حسين الأم، يعني جده بنتي لوين؟ للعباس، ونسب أمه بنتي لوين؟ للحسين رضي الله عنه. وطبعا ده يا اخواننا اول حاجه في السودان انت لو داير تغش المساكين تقول لهم انا جدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه المجتمع السوداني بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في زول بيجي يقول انا بس انا الناس تتبعني للكتاب والسنه، اي واحد فوق يقول لك انا جدي النبي صلى الله عليه وسلم طوالي. ليه؟ عشان يقول لك يا سلام ده من آل البيت والناس يتخموا معاه، فهمت؟ حتى لو بقيت من آل البيت، انت فاهم الموضوع ده؟ حتى لو بقيت من آل البيت ده ما يغني عنك من الله شيئا. ليه يا اخواننا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أقرب الناس إليه، طلع في ناس قريش، قال يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم فأقول لا أغني عنكم من الله شيئا.
إذا كان دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، أنت تقول أنا بنتسب لآل البيت وكده وتعمل أعمال سيئة، فهمت؟ وليه ما في واحد بينتسب لأبو جهل؟ ما برضو من قريش، فهمت؟ المهم ده الكتاب بتاعهم هنا بيتكلم عن، قال ويجوز أن ينتفع الحي من الميت بزيارته ويطلب من الله قضاء حوائجه. يعني أنت تمشي للزول الميت وتقول له يا فلان أقضي لي الحوائج بتاعتي، عرفته؟ تجي تقول له يا أبويا الشيخ أعمل لي كده، زي ما حتى الشغلة دي بقت حتى في الغنى، الغنى الزمان كان حرام، دخلوا فوقه الشرك، يقول لك يا بشرة إن شاء الله راجل مرة، فهمته؟ تقعد تكورك ومصدقة تقعد مشركة وبايرة، ما في لا أي عريس، لأنه ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك تمشي للأموات وتطلب من هؤلاء الأموات تطلب من هؤلاء الأموات أن ينفعوك وأن يضروك. وفي كلام كثير جدا موجود في هذا الكتاب. الكتاب الثاني ده كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، ده بتاع عبد المحمود نور الدايم، قالوا قبة طلعت موية، وأنا ما أعرف أن في الجزيرة نحن محتاجين لموية، يعني ما طلع لنا أي حاجة، طلع لنا دقيق، طلع سكر، طلع أي شيء. المهم هنا بيتكلم قال لك الشيخ حسن وتحسونة، كلام ذاته عجيب مرة واحد، صفحة 358، وده الكتب دي اعترفوا بها الصوفية ذاتهم، صوفية ذاتهم اعترفوا بهذه الكتب. طيب قال وذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه، ده اسمه عبد الوهاب الشعراني ومدحه عبد الرحيم البرعي، وده عنده كلام شين جدا مرة واحد. شعراني ده عنده كتاب بيذكر فوقه حتى الفسق الصوفية بيعتبروا كرامات، وبيقول لك من شرط المريد أنه حتى لو رأى الشيخ يقع في معصية أنه لا ينكر عليه. وبيقول لك في أول قواعد أن تدخل الصوفية لا تعترض فتنطرد، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. يعني زول الميت ده اللي بيغسله لو قلبوا كده أو قلبوا كده أو جردوا من ثيابه، عرفته؟ ما بيقدر يقاوم ولا بيتحرك ولا بيعترض، بس أنت تكون مع الشيخ بالطريقة دي. طيب قال شنو؟ قال في ترجمة سيدي الشيخ إبراهيم المدبولي قدس الله سره أنه كان يسأل الفقراء القاطنين عن أحوالهم ويباسطهم، الدراويش المعاو يعني، فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة. شوف الصوفية حصل وين؟ يقول لك دي ولاية، ها؟ من كراماته إنه كان بيشوف الزول ده عبادته كثيرة لكن الدرجة بتاعته شنو؟ الإسكيل بتاعه، المعدل بتاعه ناقص تحت، فهمت؟ كويس؟ ما أعرفه شايل مادة ولا الحاصل شنو؟ طيب قال فقال له لعل والدك غير راض عنك، قال له شكله أبوك ما راضي عنك، فقال نعم، قال أتعرف قبره؟ شوف المستهبل ده، وانت عرفته ناقص الدرجة وعرفت انه أبوه ما راضي عنه ما عارف محل القبر. قال فقال نعم، فقال اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى. قال الشيخ يوسف الكردي لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ، لما الشيخ قال له قم فوق، فهمت؟ قال فلما استوى قائما قام عديد. قال الشيخ الفقراء بيتكلم مع الميت، قال الفقراء جو شافعين ليطيب خاطرك على ولدك هذا، فقال أشهدكم أني رضيت عنه، فقال له ارجع مكانك، فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. انتوا رأيكم شنو في الكلام ده؟ ها؟ ده ما كفر بالله؟ دي الطريقة السمانية. ده قال لي مرقوا من القبر، يا أخو الله القبر يدخلوك فوق ودلة حدة وفوق طوب ويطقوك طين، في ناس ما شاء الله مخلصين في الطين ده، يدقوك طين كويس، وبعد ذاك المطمورة يدفنوها لك ويرشوك موية بفوق، زي ما قال واحد من الشباب والله جون سينا ما يمرق، خليك من أبوك الشيخ ده، فهمت؟ قال مرق وجاء قال له تشفع في الولد، وإذا مات ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام انقطع عمله إلا من ثلاث، عمل انقطع. وجابر عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما لما قتل يوم بدر شهيدا
كلمه الله كفاحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله ما كلم أحدا كفاحا إلا أباك. فقال: عبدي تمنى علي قال أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الآيات. وربنا قال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو؟ لا يرجعون. وربنا قال: وحرام على قرية أهلكناها أنهم شنو؟ لا يرجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامة. طيب الصوفي ده لو عنده أدب زي ما قال الخنجر قبل شوية، قال ده عندهم مشكلة مع شنو؟ مع المولود ما مع المولد. طيب انت لو عندك، لو انت عندك أدب تقوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا صوفي؟ ليه تقوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان تعرف الكذب والكفر بالله سبحانه وتعالى. وكلام غريب في المنهج بتاع الصوفية ده، كلام يحيرك مرة واحدة والله، كلام لو سألت منه يعني الزول المجنون ممكن يعني يتحير ذاته. طيب من الكلام الغريب ذاته الصفحة 251، 251 ده السبب يا أخواننا بتاع الغلاء بتاع الأسعار، فهمت؟ ما انبسغت، واحد تلقاه قاطع نص يا أبو الزنان انبسغت ثم تمحورت يا زول قبالك الصادق المهدي، انبسغ لما اللسان وقع ما عمل أي حاجة، فهمت؟ ما تقعد تكورك ساكت، ده السبب هنا ده 251. قال وذكر الإمام الشعراني، شوف الكذب بتاع الصوفية ذيل في الطبقات الكبرى من ترجمة الشيخ أبي يوسف يعقوب ابن أيوب الهمذاني رضي الله عنه: اعلم أن الله خلق من نور بهائي 70,000 ملك من الملائكة المقربين. طبعا الكلام ده ما على أي دليل، بس نجر بتاع الصوفية بس. وأقامهم بين العرش والكرسي في حضرة الأنس لباسهم الصوف الأخضر. ملائكة قال لباسهم شنو؟ الصوف. شوف الكذب ده كيف كذب على الملائكة ذاته. انت شفت الملائكة عشان تحكم عليهم؟ طيب قال ووجوههم كالقمر ليلة البدر فقاموا واجدين والهين حيارى خاشعين. حيران انت والله، ما في ملك بيكون حيران. هنا قال الصفحة 251 قال وقد رأيت كلاما للولي الكامل الشيخ أحمد البصير ابن عبد الرزاق رضي الله عنه في هذا المعنى، وهو أنه قال رأيت ربي عز وجل فقلت. ديل الصوفية عادي يقول لك الولي بشوف الله ذاته. قال رأيت ربي عز وجل فقلت إن الناس قد أنكروا علينا في الكرير. الكرير ده الذكر بنفس داخلي كده يعني. قال تبقى زي الكلب تنبح، والله بدل ما كنت إنسان مكرم تبقى زي الكلب تنبح. قال فقال لي، يعني قال ربنا قال له: من أنكرك فقد أنكرني، أي ما أنكر من أنكر ما أنت عليه فقد أنكرني. كلام ذاته غريب يحير الزول العجيب ذاته. طيب قال صفحة 356 من عقائد الصوفية، الصفحة 356 قال لك الأولياء ديل يعني عندهم كرامات عجيبة. ها قال إكرام الأولياء بإحياء الأموات، ده عادي. قال إحياء الأموات هو من كرامات الأولياء، وقد وقع على يد كثير منهم كالشيخ حسن بن حسونة، فإنه قد أحيى الميت من بعد التقبير، بعد ما قبروا عديل طوالي أحياه. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، عشان كده إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود قال ربي الذي جنو يحيي ويميت. ذاك ادعى ادعاء باطل، لكن الله وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يحيي ويميت. فدع اعتقاد عند الصوفية إنهم بيحيوا الأموات. طيب يا صوفية، ما تحيوا لنا كثير من الناس الكتلوهم وما عارفين الكتلوا منو، مش المفروض يحيوا؟ ربنا سبحانه وتعالى أحيى زول ما الناس ما عارفين الكتلوا منو. ربنا قال في سورة البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. انت فاهم الحاصل؟
فده دار يجي يقول لك انه زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيحيي الاموات برضه نحن بنحيي الاموات. كله كذب وباطل بتلقاه عند الجماعه دي. اما هذا الكتاب كتاب البرعي فده فيه كلام عجيب مره واحده في مدح التجاني وفي مدح المرغني، والغريب انه يقول لك لا يا ده ما مدح للنبي عليه الصلاه والسلام، وهل انت عندك راي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ده مدح لشيوخ الطرق الصوفيه. هنا بيتكلم عن الشيخ احمد الطيب البشير، ها دي هنا صوره ابوك الشيخ في الصفحه الاولى بيجاي، عرفتها؟ دي صورة أبوك الشيخ، وحقوق الطبع محفوظة، الطبعة الثانية 94. قال عن الغيث عن الطيب الغوث المبارك منهجي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا. أن يتطيبوا ما مش معناه تشير ريحة وتتعطر، لا، معناه تبقى سماني، تبقى تبع أحمد الطيب البشير. إلى بيتكلم كثير، قال عن كراماته كثيرة. قال وقد تفل المختار في فيه تفلة من كراماته، إنه النبي صلى الله عليه وسلم تفل في 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 خشم منه، في خشم أحمد الطيب، فنال بها علما عن الغير يحجبه. عشان لما تيجي تسأل وتقول لها الشيخ مثلا إحياء الأموات ده جبته من وين؟ يقول لك مش زمان أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم تفل في خشم الشيخ؟ أيوه، يبقى تاني ما تزالنا، لأنه ربنا يقول لك أداه علم عن الغير يحجبه، وده كفر بالله. ده عند الصوفية ما يسمى بعلم الظاهر والباطل، وده بإجماع العلماء من جميع المذاهب. قالوا الزول اللي بيقول الشريعة فيها باطل وظاهر هذا إنسان ملحد، وهذا إنسان كافر بالله، لأن الشريعة هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لو قلت لي الشريعة فيها ظاهر وباطل، وبعد مرات بيقوم يستدل لك بما جاء في سورة الكهف، يفهمه فهم غلط، يقول لك ما شايف قتل الغلام زي ما قال البرعي هنا، قتل الغلام. بعد ذاك موسى عليه السلام عرف الحاصل شنو. طيب هل بجزء انه انا اقتلك يا صوفي؟ ما برضه علم عن الغير يحجبه. تقدر تيجي تقول لي دليلك شنو كاتل الزول؟ يقول لك وكان ابواه مؤمنين. اقتل الصوفي اريح منه الامه واقول لك كان ابواه مؤمنين. ولا ده وحي ان هذا ما بيفهم الدين كويس. فهنا قال شنو؟ قال ولم يحتجب عنه الرسول لانه الى ذاته منكم للقوم اقربه. قال طوالب شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل من كمل القوم، القوم الصوفي يعني أحمد الطيب أكمل من التجاني وأكمل من الختم وأكمل من القادري وأكمل منهم شد، حتى الصوفية بيناتهم ما متفقين بالمناسبة. طيب قال ألم ترى أن الله أيده يعني أحمد الطيب بما يقوم مقام المعجزات يناسبه. أها، قال لك الرب ندله ده بحلم حل المعجزات. هل القرآن من المعجزات ولا ما من المعجزات؟ أها، ماذا يقوم من كلام أحمد الطيب بدل القرآن؟ ولا ده كفر بالله زي ما بجيك عن كلام التجانية هنا بعد شوية. صوفية ده حصلوا مراحل بعيدة يا زول. قال كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. بعد ما جات بنت تنقلب لجنو لولد. وجاب البرع في كتاب اسمه ليك سلام مني، وجاب ناقلة من شيخه أحمد الطيب البشير رجل طابق، فهمت؟ بتاع طابق عبد المحمود ده. قال الشيخ كان واحد من شيوخ السمانية اسمه تتا الفلاتي، وكان عنده تلميذ عنده سبع بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر، ودي ذاتها من الخيابة بمكان. انت زول اتزوجت وربنا رزقك بزوجة وما جبت ولد، تعمل شنو؟ أول حاجة تسأل الله، بعد ذاك تاخذ بالاسباب تمشي للدكتور وكده، فهمت؟ تشوف الحاصل شنو. لكن الصوفيه يقول لك لو ما عندك ولد طوالي تمشي لابوك الشيخ. ابوك الشيخ يديك ولد كيف يعني؟ يديك ولد كيف؟ كده اغنعوني، اغنعونا كده بعلم الباطن ولا بعلم الظاهر ولا بعلم اي علم، يديك ولد كيف؟ فهمت؟ المهم قال له يا شيخ داير ولد ذكر. قام الفقيه قال له طبعا عشان اديك ولد والتسنين، فهمت؟ والولد يكبر وطعموه ما طعمتوه مشى المدرسه وجمنا الروضه ولغايه ما يكبر فوق، فهمت؟ ده موضوع طويل. لكن قال له انت عندك بنات؟ قال له قال لي عندي سبعه. قال له جيب واحده بعد صلاه الصبح يوم الجمعه. قال فاحضر من اختارها منهن.
قال فمر الشيخ يده عليها عليها. شوف الكلام ده كيف تهليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فقلبت ذكرا من حينها. يتخيل بس عملها كده تظليل للكل فهمت، وعملها شفتي وديليت كده طوالي قلب ذكر. يا ناس تبتلعبوا علينا نحن ولا شنو؟ ها ربنا خلق بيت خلق أنثى تقليبه أنت لذكر تقليبه أنت؟ ده كلام ذاته عجيب. طيب ما تقلب لنا الكفار دي لقلبهم لنا بنات فهمت؟ الواحد يتزوج من هنا ويشتغل ملك يمين بغادي. هوس ساكت والله هوس كذب كذب وكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وقد جاءه الأعرابي بالتمر زائرا وأنه للقرآن يهوى ويطلب فعلمه إياه في الوقت فابتدأ يرتله يا من سمعتم تعجبوا فهمت؟ بس قال لك طوالي كده حفظ القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أدلة كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إلى غير ذلك من الآيات. قال ومن قال هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه. يعني لما يموت لك ميت ولما تجي تحفر بالأزمة تقول هذا قبر أحمد الطيب البشير قال ما بيعذب ولو لم يكن من أهل الطاعات. حتى لو ما كان من أهل الطاعات ما بتعذب. فدي عقائد فارغة وعقائد فاشلة وعقائد شركية وكفرية وإلحادية. المذهب ده فده مذهب باطل ومذهب عاطل. والكلام والكتب موجودة لكن نفتح فرصة للمداخلات أو الأسئلة أو الاستفسار أو النقاش. ما شرط إلا يكون الزول إخواننا منظم له في تنظيم ولا حاجة. حتى لو في زول عنده سؤال لأنه الأيام دي أيام بتاعت شبهات في كواليك الصوفية في الموالد وفي غيرها اتكلموا ينشروا للناس الباطل والشبهات عرفتها. فلو في زول عنده شبهة ممكن يتقدمنا نجيب إن شاء الله بما علمنا الله.